محمد ملاس، سينمائي من سوريا. عملت سينما منذ فترة طويلة، ما زلت عندي الكثير من الآمال بأن نساهم بمزيد من الإنتاجات السينمائية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها السينما في البلدان العربية. أنا بشعر كسينمائي أنه غياب الدعم والتمويل العربي يعني يضعنا دائما في حالة محرجة أمام البحث عن تمويلات خارج المنطقة العربية. يعني مشاريعنا عربية وليس وراء تمويل عربي، نعرف الوضع الثقافي العربي لا يعطى الأهمية اللازمة من الدعم اللي تخلي وضع الثقافة العربية سواء على صعيد الأدب أو السينما أو المسرح في حالة صحية سليمة. We lost the time and we lost also the possibility to make what we dream to making and to make cinema. You need the good production and good distribution. It's very pain for me to make the film and having possibility to show the film, not for our country, for all, because I make the film for all, not for special spectators.